مساء الخير. ضيفتي امرأة بالدرجة الأولى وهي من جنوب هالوطن من شحور قضاء صور. امرأة ملتزمة بالعقل والقلب والشكل، حنونة وصلبة بنفس الوقت. بتمثل الامرأة الشرقية المتمردة، متواضعة وخجولة ببعض الأحيان، إنسانية، وهالموضوع هو من طبيعة مهنتها الأساسية وهو الطب. الوزيرة الدكتورة عناية عز الدين هي ضيفتي بحكي على المكشوف، تابعونا. معالي الوزيرة عناية عز الدين، أهلا وسهلا فيكي معنا اليوم. شكرا جزيلا وشكرا على استضافتكم لإلي. شكرا على إطلالتك الحلوة معنا اليوم. تسلمي، هيدا من ذوقك ولطفك. حبيبتي، مشغولين هالعشرة أيام كتير أنتو إيه؟ يعني مثل ما بتعرفي كان في جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة، الحمد لله أقرت الموازنة بعد 12 سنة. هيدا إنجاز لأنه بهيدا العهد طبعا هيدا إنجاز كتير مهم، لأنه الحقيقة يعني أمر كتير ضروري إقرار موازنات من شان لانتظام عمل المؤسسات وخاصة انتظام العمل المالي مالية الدولة، وكمان ضروري كتير، يعني هذا من أهم أدوار المجلس النيابي، من أهم أدواره التشريعية مناقشة الموازنة وإقرارها، لأنه هيدي وسيلة لحتى يقدر يمارس عمله الرقابي على الإنفاق الحكومي. والأهم كمان حقيقة أنه هالإقرار الموازنة جاء يعني بأجواء اتفاق سياسي أنتج قانون انتخابات وأنتج إقرار سلسلة. تعتبر اليوم الأجواء إيجابية متفقين؟ الرتب والرواتب طبعا، وهلأ الموازنة، فإن شاء الله بيسحب هالتوافق السياسي. عم بتشوفي التوافق اللي عم بتشوفيه أنت بعينك؟ لأنه الناس ما بتشوف هيك. يعني ما فينا ننكر الاختلاف وجهات النظر، يعني منه شيء غريب بالعمل الديمقراطي وبالعمل السياسي. المهم أنه من أول هالعهد لهلأ في تم إنجازات الحقيقة. في عنا قانون الانتخاب، إقرار سلسلة الرتب والرواتب، الموازنة، قوانين النفط طبعا كتير مهمة، وهلأ بلشنا مرحلة العروض. وإن شاء الله كمان إن شاء الله الخير لقدام. خير لقدام. طيب خلينا نحكي على المكشوف اليوم. أول ما نذكر اسم الوزيرة عناية عز الدين تفاجأ الكل، ما بنعرفها، مع أنه مش أول وزيرة بتجي ما بنعرفها، يعني الجيل الوزراء اللي موجود هلأ نصه ما كنا بنعرفه، بس كتير تسلط الضوء عليكي لأنك امرأة. نحن مبسوطين كتير لأنه تاء التأنيث نوجدت بالوزارة مثل ما بقوله، فأنه امرأة ليه وكيف وكيف إجت وما كنا نعرف شي عنها قبل وشو بتشتغل؟ وضحينا شوي اليوم، نحن بهمنا نعرف كمان. هلا طبعا صار في ضجه، مثل ما تفضلتي مش اول امراه بس اول سيده بتوصل بسياق سياسي، يعني ما اهجت نتيجه وراثه عائليه او اخت فلان او بنت فلان، او مع احترامنا للجميع وفي منهم اثبتوا ذاتهم، بس كوني انا وصلت من خلال مسار سياسي يمكن هاي أول سيدة بتوصل بهالطريقة. ثانيا أنا سيدة عينت بهالحكومة بأجواء كان كتير في كلام عن ضرورة توزير المرأة وإعطاء حقوقها السياسية، وعم ينحكي عن الكوتا وعن قانون الانتخاب. فالوحيد الحقيقة يلي وفى بعهده بوعده بهالمجال كان دولة الرئيس بري، وأخذ الضجة لأني السيدة الوحيدة. هلا طبعا لانه ما شايفينك اعلاميا، يعني ما كنت تطلي سياسيا حتى. نعم. لو انه انت عم تقولي لي انه بالحركه صار لك فتره. نعم، انا احنا من اول ما فتحنا عيوننا يعني هيك بصير. انا بالمكتب السياسي طبعا وصار لي سنين، بس انا مش النوع يلي كثير بحب الاعلام وبحب الظهور. فهلأ لا مضطرة يعني طبعا ما بتحب الظهور، بس طلعت بالضجة الكبيرة مثل ما بقولوا اليوم. نعم، إن شاء الله على كل حال كون على قد كل هالأمال المعلقة على السيدة الوحيدة على وزارتك كمان. نعم. اليوم كنت بتتمنى أنت تستلمي هيدي الوزارة؟
شوف هيدي يعني ما بحب قارب الموضوع بهالطريقة أو بهالأسلوب. بتعرفي أولا هالحكومة مش حكومة تكنوقراط، ثانيا نعرف كتير منيح أنه عملية دراسة التوزير وتوزيع الحقائب بتخضع بلبنان لكتير حسابات دقيقة سياسية وطائفية، فما بقدر أتعاطى معها بس بشكل تقني يعني. وطرحي او عدم طرحي كمان مش يعني مش راجع لإلي تماما. ضروري طرحك، بس انت يعني بينك وبين حالك لو قلتي كنت بتمنى اكون بهيدي الوزاره، لانه انا حلمي كان صلح شيء بهيدي الوزاره، اعمل شيء. والله هالوزاره كثير فيها شغل، خليني اقول لك اول شيء انه اولا يعني العمل السياسي او هالتجربه بالوزاره هي حقيقه مرحله بالنسبه لي. صحيح انا ما كنت اظهر كثير، بس بالنسبه لي من ناحيه التعاطي بالشان العام هي مرحلة طبعا مهمة وطبعا مفصلية، وأنا بتعاطى معها بكتير أحس بالمسؤولية عالية. هي تكليف حقيقة، بس مقاربتي لهالموضوع هي أنه أنا انتقلت لمستوى آخر وشوي أعلى من التعاطي بالشأن العام، خاصة أنه عم قلك أنا جيت بمسار سياسي. إنما المقاربة هلأ كتير بيسألوا أنه كونك أنت طبيبة وجيتي على وزارة التنمية الإدارية، المقاربة حقيقة ما بتختلف. يعني مقاربة الإدارة، أنا طبيبة وعندي مديرة لمختبر خاص، فموضوع الإدارة أو أسس الإدارة هي الأسس اللي قلت هالكلام لما توزرت، هي نفسها الحقيقة. لازم نوجد بكل إداراتنا ومؤسساتنا سيستمز، مناهج علمية للإدارة تخلي العمل يصير مؤسس، وتخلي الخبرة يلي بيكتسبها الموظف من سنة لسنة كلها تكون موثقة وخاضعة لتقييم وخاضعة لأساليب حديثة بتطوير الموظفين، بتقييم أدائهم، بمقاربة العمل الإداري. بالإضافة لقلك أنه المنهجية العلمية اللي اكتسبتها من كوني طبيبة بتساعدني كتير بهيدا الموضوع، لأنه نحن هاي الإدارة هالوزارة معنية بعملية التطوير الإداري بالدولة بالحكومة بالمؤسسات الإدارية. هذا السؤال اللي بوجه لك مباشرة. نعم. إذا اليوم الناس عم تحضرنا، بتعرفي الناس وصلوا لمرحلة عندهم يأس من الطبقة السياسية، وأنت كنت من هالناس وكنت تشوفي بعينك يعني، وعندك أكيد بعض النقاط إنه ليه ما عم تشتغلوا أكثر، ليه ما عم بتساووا، تعبنا بدنا حدا يشتغلنا لهالبلد. اليوم إذا الناس عم يحضروك، نعم، شو بتقولي لهم؟ أنا شو عملت بهيدي السنة؟ حقيقة هو الهم الكتير كبير يلي أو المسؤولية الكتير الكبيرة هيد هو أنه نرجع نعمل على اكتساب ثقة الناس، ومن هون كان اسم الحكومة استعادة الثقة. لازم نعمل مسار مصالحة بين المواطن ودولته. وأنا بشوف لأنه أنا كمان مواطنة قبل ما أكون وزيرة طبعا. بعرف أسباب هالعدم الثقة المتراكم عبر السنين بسبب عملية الترهل الإداري وعملية أنه غياب المحاسبة وأوقات كتير غياب التدريب للموظفين. بالوزارة في كتير برامج إذا بتطبق، يعني نحن ما بنتعاطى مباشرة مع المواطنين، إنما نتعاطى مع الوزارات والإدارات الأخرى. منا مثلا تنمية القدرات، بناء القدرات، منا تقييم أداء الموظفين وإدارة الموارد البشرية، إنك تاخديها قبل. طبعا كل وزاراتنا كان عندها دائرة شؤون موظفين، إنما الترند النمط الحديث بالإدارة هو إنك تروحي على إدارة موارد بشرية، وهلأ منقول هيومن كابيتال، إدارة هيومن كابيتال، رأس مال بشري. الموظف بدنا ندربه، بدنا أولا نختاره حسب معايير كفاءة واضحة، وبدنا ندربه وبعدين تقييم أداء. شوفي هو نمط يعني القائد، يعني نحن لازم نقود بأنه نقدم نموذج ومثل. أنا بروح على الوزارة كل يوم بشتغل وبحاول أن أحيط بالتفاصيل مش أغرق فيها طبعا، لأنه في فرقة بتشتغل فيها، بس هالموظف بده يحس أنه المسؤول على قدر عالي من المسؤولية، وأنه بده لما عم نطلب منه يشتغل بملف رح أنا بيجي بكرة وطالبه أقول له شو صار فيه، وين المتابعة، لوين وصلنا. من برا عم ترضخي له
ضغوطات سياسية، يعني مثلا الوسائط اللي نحن هيدا البلد قايم عليها، ومش نحن بس بلبنان، كل البلد. شوفي هلا نحن بدنا نكون واقعيين، انا من اول تعرفي نحن موضوع تعيين الموظفين الفئة الأولى بيمرق بالوزارة عنا، وموضوع صار في جدل اوقات كثير حسب هل في آلية هل ما في آلية، نحن بنعرف انه بلبنان في محاصصة طائفية وفي محاصصة سياسية. قلنا لهم على القليلة مثلا نحن كان المنطق تبعنا للحفاظ على الآلية، قلنا لهم نحن بنعرف هيدا الشيء بس على القليلة حافظوا على الآلية حتى نقدر نأمن أعلى كفاءة ضمن هالطائفة المطلوبة أو أعلى كفاءة ضمن هالفريق السياسي المطلوب، لأنه هالآلية هاي بتأمن لك على القليلة بتكون واضحة الأمور على أي أسس تم اختيار هالموظف علميا. هلأ ما فينا لأنه ما فينا نحقق كل شيء أنه ما نشتغل، بس ما هو مثل ما الخطأ يتراكم كمان الصح هو عمل تراكمي، أهم شيء يكون في عنا رؤية واستراتيجية وتبني، يعني ما في وزير نحن ما رح نخلد بوزاراتنا، أهم نحط شيء نحط مسار صحيح اللي بيجي وراكي يبني على اللي انت بنيتيه واللي بعده يبني. ما حنخلد بوزاراتنا، منيحه هيدا اول وزير بيطلع بيقول ما حنخلد، متوقعه تبقي حضرتك بالوزاره الجديده بعد انتخابات النيابيه؟ اكيد انا كنت طبعا عم اقول لك انه هيدا قبل هيدا التوقع الثاني كنت متوقعه تكوني وزيره؟ لا، لحد ما خبرني دولة الرئيس بيرلي طبعا انا قلت يعني حكيت كيف ليه اختارك لإلك بين الكل؟ موجه له تحية لدولة طبعا الرئيس. أنا بتشكر ثقته كثير طبعا، ويمكن أول شيء إنه أنا عندي مسار سياسي، ثاني شيء يمكن معيار هو شاف إنه في عندي معايير كفاءة شخصية بتأهلني إني أتولى هالمنصب، فأنا بتشكره وبتشكر حركة أمل على هالثقة، وإن شاء الله ما منخيبها. وإن شاء الله بكوني بالوزارة الجديدة. ما بعرف هيدا شيء طبعا مع نفس الوزارة بتتمنى تكون هيدا شيء راجع للحقيقة. صدقا اليوم إذا عينت رجعت وزيرة يعني إن شاء الله بتتمنى تكوني بنفس الوزارة تتكملي رحلتك، ولا بتقولي لا خليني أكون بوزارة تانية تأترك بصمة تانية؟ هلا في واحد يفكر بالطريقتين، ما بعرف يعني مش خاضع لإلي. هلا أنا بقول لك كيف بفكر، كل محل بوصل له بعتبر إنه هيدي فرصة لحتى صح اترك بصمه لحتى نقوم بدورنا يلي مطلوب منا. ومفهوم العمل العام هو مفهوم خدمه عامه، بس خدمه عامه مش بالطريقه يلي بنحكي عنها بلبنان، يعني انه واسطات ووظائف ومراعاه مصالح وحسابات ضيقه، خدمه عامه بمفهوم خدمه الناس، سيفل سيرفيس او بابليك سيرفنت، يعني برا بسموه بابليك سيرفنت الخادم العام. الامام علي بيقول سيد القوم خادمهم. وكمان هي فرصة لحتى تعطي كل أحسن ما عندك بهالمجال. طب اليوم أنت شكلك بتساعدي وإنسانية، وهذا اللي عرفت عنك يعني بالمقدمة قبل ما نبلش. طب اليوم عم بتساعدي هالقد الناس؟ على قد ما بقدر. على قد ما بتقدر. على قد ما بقدر، ويعني أنا أولا كطبيبة ماني بعيدة عن الناس. أنا كتير قريبة من همومهم، وكمان نحن يعني بأساس فكرة انطلاقة حركة أمل مع الإمام موسى الصدر كانت أنك تكوني ملتصقة بهموم الناس، خاصة بموضوع الحرمان. وأنا توقفي حد الناس وتساعديهم. هلأ طبعا ما فيكي بس كمان تسخري الوزارات لأعمال أشياء شخصية خارجة عن سياقك أو صلاحيتك أو عن الأصول. قد ما فيني بالعمل الوزاري بقدر ساعد بساعد، بس ضمن الأصول، بس بالشيء الشخصي طبعا ضمن الحدود، ضمن الحدود والأصول، مراعاة في أصول بدنا لأنه هيدي الوزارة مش لإلي، هيدي لكل اللبنانيين وهيدي للوطن. ما فيني أنا أحصرها بمصالح صغيرة، اللي بقدر عليه انا كشخص كعناية عز الدين بعمله. طب اليوم اكيد وزرائك الوزارات كلهم اصحابك يعني؟ طبعا نحن زملاء. زملاء اكيد يعني. طيب مين الوزير اللي بتهنيه اليوم على شغله خلال هالسنه كلها؟ حقيقه كلهم عم يعملوا مجهود كبير. او وزاره او حقيبه وزاريه بتحسي انه عن جد عم يترك بصمه؟
هلا ريسنتلي يعني مؤخرا الموازنة، أقرينا الموازنة. هلا رح بلش بالقاعدين حدي لحتى ما أظلم حدا، وزير الثقافة جاري بالحكومة عم يقعد حدي، كمان عم يشتغل كتير منيح. ملف مكافحة الفساد نحن عم نشتغل عليه مع معالي الوزير تويني، كمان عم اشتغلنا سوا وعم حضرنا الاستراتيجية وعم نشتغل سوا كتير منيح. مين في عنا؟ طب اليوم حاسألك سؤال أنا على المكشوف، تهون عليك. تفضلي. لو وزارة الصحة معك شو كنت غيرتي شغلة وحدة إرضاء للمواطن اللي عطول بطالب بتسهيلات طبية؟ أنا كطبيبة ودرست برا وتعرفت على كتير أنظمة طبية، على فكرة وزير الصحة كمان يعطيه العافية عم يشتغل. أنا موضوع الأدوية كتير مهم بالنسبة لي، أنا مع أنه نروح على الجينيريك، نروح على الدواء الجينيريك. أولاً أقل كلفة على ميزانية الدولة، على مالية الدولة، لأنه بتعرفوا أنتوا أنه في كتير أدوية مستوردة باسمها التجاري البراند نيم. نحن بتأمنها وزارة الصحة لمرضى وزارة الصحة، ومنها أدوية كتير غالية بالبراند نيم وكمان أرخص للمواطن. أكيد فيعني بتأمني وفر للدولة وبتساعد المواطنين، وهيدا نظام معتمد حتى عنا بلبنان. يعني الجيش اللبناني بيشتغل بيستورد جينيريك، أدوية جينيريك. لازم تكون معممة هاي لكل اللبنانيين إن شاء طبعاً. الله توصلوا لها إن شاء الله. رح أطلع بريك رايحك شوي. مشاهدينا بريك ونرجع لكم. رجعنا. رح ننتقل انا وياك لفقره شي غريب. هيدي الفقره منضوي شوي على السوشيال ميديا من عندك لنشوف اذا انت اكتف ولا لا على السوشيال ميديا. يعني ايه هلا صرتي اكثر يمكن لانه كوزيره. هلا صرت شوي اكثر على تويتر، انا ما كان عندي تويتر اكاونت لحد ما بعد ما طلعت وزيره. اتصل في خي من امريكا قال لي انت عندك تويتر اكاونت؟ قلت له لا. قال لي بلا. ففي حدا كان فتح لي عامل لي تويتر اكاونت فاخذناه وظبطناه وهلا اكتف عليه؟ قد ما فيي قد ما فيك يعني، مش بعدني مش انه عندي حدا مسؤول عن عن السوشيال ميديا. انت بتفوتي بتكتبي نعم ولا مش كثير؟ شخصيا بكتب شخصيا. ايه طب خليني افرجيك هالصوره الحلوه. يلا. بتول وسارة. بتول وسارة الأرض الصالحة. نعم. ليه بتشبهيهم هيك؟ لأنه قد إيه أعمارهم قبل؟ بيشبهوك على فكرة. بيشبهوني صبايا، صاروا صاحباتي. ايه بنتي. أصحابك أكيد. شوف الولد مثل الأرض. هلا أنت الأرض بتعطيها بتعمل كل واجباتك معها، وأيام بتطلع هالأرض صالحة بتطلع هالنبتة، أيام ما بتطلع صالحة. الحمد لله أنا جربت أعطيهم أحسن ما عندي، وهن قد ما بيقدروا عم بيطلعوا أحسن ما عندهم، فأنا بتشكرهم. شوفي الأمومة كمان هي بمحل من المحلات تعاطي مع الشأن العام. كتير أشياء منفكرها خاصة بس هي شأن عام، لأنه نحن عم نعطي أولادنا للحياة. طبعا هلأ عم نشوف حوالينا في شباب دول يعني ما تربوا صح او ما وضعوا ببيئه صالحه، شو عم يطلع منهم وقديش اثر على مجتمعاتنا وعلى بلادنا وعلى كل المحيط اللي حوالينا. فكل ما احنا اعطينا الحياه انسان بمعنى بكل معنى الكلمه، كل ما ترك بصمه بهيدي الحياه، كل ما ترك بصمه حلوه وكل ما كان اضافه جديده وجيده على الحياه، وكل ما زاد تنوعها الجميل. الحياه لوحه الحقيقه، وكل ولد صالح هو هيك ترسمي، هو رسمه حلوه مثل ما بقولوا. انت بترسمي فيه ورقه بيضاء اصلا ما معروف يعني، هو ورقه بيضاء ونحن بنرسم فيها اللي بدنا اياه. نعم. مشان هيك في جيل بيطلع انضج واحسن من جيل. نعم. وهن الحمد لله البنات كثير يعني صحيح اثنيناتهم فاتوا بالمسارات مثل بحبوا السياسه.
بتول الكبيره هلا اثنيناتهم مهنيا اختاروا الامور العلميه، يعني بتول عملت بي اتش دي بالموليكولر بيولوجي، اخذت بي اتش دي من بريطانيا وهلا عم تعمل بوست دوك بامريكا، هلا هي بلبنان. بس اهتمامها بالشان العام مش من خلال السياسه، كثير هي كثير بتحب الفنون، الرسم، الكتابه بغير طريقه. هي متفوقة فيني أقول لك أو مبدعة باللغة الفرنسية، بتكتب حلو. كتير حلو حلو. وسارة اللي عم تعمل طب هلأ إيه شوي أكتر بالشأن العام، لأنه بالأيوبي كانت كتير أكتف، يعني كانت هي أوكي. رئيسة التوست ماسترز كلاب بالأيوبي بدورة من دوراته، ومن الله فترة ترشحت كمان على الستودنت كونسل كمان. إيه لا فايتي مثل أما خليني افرجيك هيدي الصورة. نعم هاي صورتك، هاي النهار اللي توزرت. توزرتي أول نهار بالليل يعني ثاني نهار، ثاني نهار حط طلعت النتائج الثانية. حاطة صورة للأستاذ نبيه بري. نعم. والإمام موسى الصدر. نعم. وخيك اللي توفى. نعم. شهيد. الشهيد. الله يرحمه أكيد. نعم. شو بتقولي له اليوم لخيك؟ خيي حسن شهيد ومثله كثير شهداء. هن سيجوا هالبلد بالعزه والكرامه. هن مثلنا نحن كانوا نتاج هالمشروع التغيير وهالثقافه التغيير الانساني يلي اعطانا اياها الامام موسى الصدر. الامام موسى الصدر لما اجى على لبنان وشاف شو هالبلد، قدر بسرعة يعرف وين المخاطر والتهديدات يلي بتحيط فينا. أولا العدو الإسرائيلي، لأنه كان العدو الإسرائيلي، إسرائيل كانت مبلشة كتير كتير بكير، حتى قبل إعلان لبنان كانت إسرائيل تفوق الإسرائيليين وعصاباتهم يفوتوا يعملوا مجازر بالجنوب اللبناني مثل ما كانوا يعملوا بفلسطين. المشكلة الثانية يلي الخطر الثاني يلي كان بيهدد لبنان هو الحرمان بمناطق الجنوب والبقاع وعكار، والخطر الثالث اللي شخصه هو الطائفية السياسية. قد ايه كان عنده نظرة ورؤية لقدام وبعد سياسة، وبلش من هيداك الوقت يعمل على مع الدولة اللبنانية والسياسيين لمحاولة انه يخليهم يغيروا ويتبنوا سياسة انه يكونوا هن ياخذوا قرار الدفاع عن لبنان. للأسف ما كان القرار السياسي داعم، وانه يحضر هالناس خاصة بالجنوب بهالمناطق المحرومة يلي ما كان توجهه تجاهها ابدا طائفي، انه يصير مجتمع مبادر ليبني نفسه ولحتى يتغلب على ذل الفقر والحرمان وينتمي لهالدوله يلي حرمته من نفسها. بس كان بطريقه ايجابيه طبعا، ابدا ولا مره كان الاسلوب تدميري او سلبي او قهري، لا ابدا، هو حديثه ابدا راقي جدا. بهيديك الفتره بلش المجتمع الجنوبي، كان مجتمع الحقيقه مبادر، وشهدنا تحول ثقافي اجتماعي علمي فكري، وكان مقاومة الحرمان ومقاومة العدو الإسرائيلي. نحن أولاد هالمرحلة، أولاد هالفترة، أولاد هالوعي هيدا. وحسن كان شاب متفوق، مهندس عم يدرس أرشيتكتور، وكان رسام شو حلو، وكان نبيل جدا باخلاقه ومثل كثير شهداء الله يرحمه. هلا دوله الرئيس بري طبعا هو يلي كفى هالمسار. شو بتقولي لنا عنه شيء ما بنعرفه نحن؟ والله هو انتم كلكم بتعرفوا انه مهضوم، اكيد كثير مهضوم. هلا شو بدي، هلا هاليومين كان في هاشتاج حارس التشريع، انا قلت له انه هو حارس أحلام الجنوبيين بالتنمية والتحرير، لأنه التحرير لازم تصونيه بالتنمية حقيقة، لازم تبني مجتمع فيه إنماء متوازن وتصوني وتنمي وتنمي قدرات تساعد يعني كل تملكي كل أسباب القوة لحتى يصير عندك قدرة ردع. وقلت انه هو كمان حارس كل اللحظات الوطنية الحقيقة يلي اندفع حقها دم لحتى ما تضيع هدر. الله يخلينا على الحارس. ايه ان شاء الله. خلينا نشوف هيدي الصورة، هيدي بمجلس النواب. مجلس النواب أول مرة رحنا على مجلس النواب.
كيف كان إحساسك أول مرة؟ كنتي مبهورة أو مصدومة أو ما متوقعة؟ لأنه شيء جديد. مش متوقعة. هلا لما خبرني دكتور رئيس صرت متوقعة. أكيد. قبل بكم يوم. طبعا كله كان جديد علي، بس كنت قادرة. يعني أنا قلت لك أولا أنا بالشأن العام، وثانيا أنا طبيبة، يعني أنا متعودة على الاختلاط وعلى الناس. أي أكيد ما خص الاختلاط، بس إنه كواحد بس الأضواء كانت ضو عليك يعني. شغلة طبعا بتخليكي على أعصابك. يعني هلا انا تحسن ادائي بالاعلام وصرت لا اسم الله عنك متمكن من الكاميرا. صرت اقل قلق، يعني كان قبل كثير اقلق لما بدي واجه الاعلام، بس الحمد لله ماشي. كيف في اعلام قاسي معك؟ لا ما في. كيفك انت وهالسيدات بهال مجلس النواب؟ ما حقول مجلس الوزراء لانه في غيرك. ماشي الحال الحقيقه، ما صار كثير مناسبات لحتى نختلط. ما قليل انتم. نحن كثير قليل، وبس هو يمكن لازم، هو سؤالك اعطاني فكره انه يمكن لازم نعمل مثل منتدى او تجمع للسيدات يلي بالعمل السياسي وبالشان العام الرسمي، لحتى يكون في لقاءات نحط بركي ان شاء الله تكوني انت عم تفتح الباب لكثار من الوزراء هلا ان شاء الله. يجوا نساء يعني بالوزارات الجديده. اكيد انا بعتقد يغاروا منك غير احزاب ويوزروا هالنساء. انا بعتقد انه الباب انفتح وفي شيء انكسر خلص. ما بقى فينا نرجع لورا، هلا الخير لقدام ان شاء الله. لنشوف بهالوزاره الجديده ان شاء الله. خليني اشوف انا وياك هذه الصوره. نعم، هيدي قصة المصافحة واللي كل العالم قعدوا يحكوا فيها. شو بترد اليوم؟ ما برد. هيدا شيء خاص. ما حدا، أنا بقول لهم، بيقولوا لي ما بتسلمي، بقول لهم بلا أنا بسلم، بس أنا بسلم عليكم بقلبي. أحلى شيء. وهيدا شيء خاص، ما بعتقد إنه هيدا لازم يكون موضوع للنقاش. اللباس، السلام، هيدا امور خاصه نحن نحترمها عند كل منسافر، كلنا منروح عند حضارات مختلفه وشعوب مختلفه، ومنتقبل عاداتها وطريقتها وطريقه لبسها وما عندنا مشكله. ليش فيما يخصنا نحن، وخاصه هو اكثر صار في يعني اوقات ناس تسمح لنفسها تتدخل بالموضوع الديني، لانه عم نشوف حوالينا كل هالصور السلبيه عن الاسلام للاسف، انه في ناس غزوها واستغلت. انما هذا موضوع خاص بخصني انا او غيري، نحن لنا علاقه ببعضنا على قد ما مسلكيتنا او تصرفاتنا فيها بتسمح او بتتخطى الاحترام مساحه الشخص الاخر. يعني كنا عم نحكي انا وياكي تحت الهواء لنقول للمشاهدين طبعاً إذا سلام الهندي سلام الهندي هيك اللي سلام بشرق اسيا هيك وبنحترمه، ما عندنا مشكله. ليه منكبر الامور هون؟ ما في لزوم لحتى نبرر يعني هذا الموضوع ابدا. انا بتذكر قلت مره كنت عم بقرا كتاب لكمال جنبلاط بيقول انه معلمه يلي بتعرف هو كان يعمل يوغا وكان بيقول انه معلمه كان يوصي بعدم السلام باليد. هلا انت عم تحكي على المطاقه هون طائيا. نعم. لانه اذا بدي فوت نعم. بعلم الطاقه ما بيسلموا كثير باليد. نعم. لانه مشان الزبزبات. نعم. اذا بدك تفوت كثير طائيا خلينا نفوت فيها طائيا معك. ما ضروري انا افسر. ما ضروري تفسري اكثر. ما ضروري افسر. صح معك حق 100%. خلينا نشوف هيدي الصوره. نعم، هيدي بمجال عملك وحبك. نعم. الاول اذا بدي اقول. نعم. بعدك عم بتمارسي الطب؟ طبعا انا عم بتلحقي؟ طيب بحب انا بقول لهم فيني صفتين. هلا عرفت ليه ما بتسلمي بالايد، لانه كل وقت عم تشوفي هالجراثيم. لا ابدا مش من هيدا المنطلق. مش من هيدا المنطلق ابدا. مش من هيدا المنطلق. خلينا ناخذها كمسح. لا انا طبيبه جدا وام جدا، بس مش معناتها ان انا ام متسلطه، لا انا بترك المساحه لاولادي طبعا. وانا بحب الطب كثير كعلم، بحبه كثير، ما كنت بشوف حالي غير طبيبه. ولانه علمني كثير وخلاني بيك طبيب او لا لا خلت نظرتي. الطب علمني انه في كثير اشياء بالحياه الناس بيعطوها قيمه هي ما لها قيمه حقيقه قدام المرض والحياه والموت. صح.
بتشوفي انه في كثير اشياء عند كثير ناس لها قيمه نحن بنعرف كيف نحطها بمحلها. علمني كمان انه لانه بعرف قيمه هالاشياء انه في تنازلات ما اعملها بحياتي لانه اتس نوت وورث ات، ما بتستاهل. يعني مثل شو؟ في انسان ما لازم يضعف قدام ولا اي مشكله طبعا، ولا اي ضغط ممكن يغير لك ثوابتك بالحياة، لأنه في شيء أهم بالحياة هو الحياة والموت. صح. وهو قدرتك. خليني وأنا المختبر فضل. يعني عملي كطبيبة بالمختبر بحبه لأنه أنا المختبر حقيقة أسسته هيك من فروم سكراتش، من ولا شيء، من الزيرو. أنا مختبر أخذت قروض لحتى عملته، يعني ربيته كل شبر بندر. اذا ما بقلك ولدك الاول مثل ما بقولوا حبك الاول، وكل شبر بندر. وكان على اساس بتذكر انه لازم عملنا فيزيبيليتي ستادي انه خلال 3 سنين فيني رجع القروض بسبب الفساد المستشري في قطاع العمل المخبري. اخذني الموضوع 8 سنين ولحتى خلصت القروض، وما رضيت ولا اي نهار اعمل اي تنازل بمس اخلاقياتي الطبيه او الله يخليك بهالهمه او الاثكس تبعي. وطبعا اللي ما بتتنازلي عنها حفرجيكي انا هيدا الفيديو كثير حلو. عين الساده سعد الدين الحريري رئيسا لمجلس الوزراء، غسان حاصباني نائبا لرئيس لمجلس الوزراء ووزيرا للصحة العامة، عناية عز الدين وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية. قد ايه كنتي مبسوطة هون؟ كانت حلوة هاللحظة وكانت مفاجأة لكل اللي حوالي حتى لبنتي، لأنه أنا ما كنت مخبرة حدا. ما خبرتي حدا؟ أبدا. رغم أنك كنتي عارفة. ما قلت لك خبرني دكتور إيه؟ رغم أنك كنتي عارفة كم يوم، وقال لي بس هيدا سر ما بتقولي لحدا، وانا ما قلت لحدا ابدا. انا عندي قدره على كتم الاسرار. عندك قدره كثير كثير منيحه هيدي. فبنتي عيطت لها قالت لي تركيني عم بدرس، قلت لها تعي اسمعي. قالت لي يعني صرتي وزيره؟ قلت لها هيك بس. هيك بس. ولا اهلي ولا حدا، ما كنت قايله لحدا. واكيد تفاجئوا يعني. اكيد تفاجئوا وانبسطوا. خلينا نشوف هيدي الفيديو. ولكن ما هو شعور عز الدين التي ستجلس إلى طاولة واحدة مع 29 رجلا؟ مش عاطل، كنت بحب يكون عندي زميلات أكثر. المرأة أساس المجتمع، المرأة مربية الأجيال، هي مربية الرجال. قلت إنه هي مربية رجال، هيك رح تعملي فيهم بمجلس الوزراء؟ لا أنا ما ربيهم، الأمهم تربيون. هي مربية رجال؟ طبعا. هل قد المرأة بتقدر تربي للرجال؟ الأم. هن اتخذت هلا بغير معنى. الأم أكيد. هلأ مشان هيك لما بنحكي عن موضوع الكوتا مثلا، وإنه في ثقافة بهيدا الموضوع، يعني القانون كتير مهم لأنه القانون بيعمل لك تغيير سريع، بس الثقافة والتربية. فمشان هيك أنا بقول للأمهات ربوا أولادكم الصبيان على هالثقافة إنه المرأة هي متساوية مثلهم يعني بهي الأمور، وعندها القدرة وفيها مثل ما هي. ما هو بيتربى عند أمه بيرجع بيقولوا بيتربى ببيت تاني كمان، بيرجع بيتعود. ما بدي أقول بيتربى على أحسن ما يقوموا لينا رجال، بيتعود على عادات المرأة يعني الرجال. هلا على كل حال بدهم يتعلموا يوثقوا بقدره المراه على القيام بالعمل السياسي عظيم. هي مش بس ورا، هي قدامه كمان، قدامه ورا. خليني انقلك لفقره سالوني. الصندوق صار قدامك، صار فيك تختاري سؤال. يلا نشوف. قلتي بيوم من الايام يا ريت باخذت تجربه الوزاره؟ لا. ولا مره قلتيها؟ لا. مانك ندمانه؟ اكيد لا. فينا نختار سؤال ثاني؟ ليه بدك شيء واحد صعب؟ عليكي ما في شيء صعب. كيف علاقتك بحزب الله؟ منيحه. عجبك السؤال؟ منيح. كيف علاقتك؟ علاقتك منيحة ولا منيح السؤال؟ الاثنين. اه طبعا.
ليه ما كنتي مع الحزب؟ كنتي متفرغه مع الحركه من الاول. حكيت لك قصتنا نحن وحركه امل، كيف فتحنا عيوننا. مؤسس المقاومه هو الامام سيد موسى الصدر، وكثير من الحقيقه القيادات يلي موجوده بحزب الله هلا بلشت مع سماحه الامام. ونحن وياهم هلا في كثار ناس بلشوا مع الحركه وبرجعوا بينتقلوا، ما في مشكل، او العكس، او العكس اذا موجود بدك. موجود الاثنين اذا بدك، ما في، ما العلاقه جيده طبعا وكثير منيحه. وموضوع المقاومه ما عندك نقاط سلبيه عليهم؟ وموضوع المقاومه قاسم مشترك كثير كبير بين الحزب والحركه. طبعا ما عندك ابدا نقاط سلبيه. هلا هن عنده يعني هيدا بيصير شيء بالعلاقه الخاصه، بس بالمسار العام. قابلتي شو مع السيد حسن؟ لا للاسف. للاسف بتحبي تقابلي؟ اكيد اكيد، يعني اي حدا طب طلبتي؟ نحن اولاد، نحن اولاد مجتمع المقاومه على فكره. يعني انا ببيتي بيت اهلي، يعني هيدي المعادله، الجيش والشعب والمقاومه، نحن عايشينها. انا عندي خي شهيد وعندي خي عميد بالجيش. أوكي. يعني هلا صار متقاعد، عايشينها كثير هيدي المعادله. نحن بصلب هيدا الموضوع ان شاء الله قريبا بتشوفيه. والسيد حسن رمز كبير ورمز حي، وطبعا ان شاء الله بتشوفيه ان شاء الله. خلينا نرتاح شوي، نرجع كمان ننتقل لبريك. مشاهدينا بريك ونرجع لكم. اهلا وسهلا فيكي عن جديد. اهلا فيكي. هلا هيدي الفقره هي نقاط على الحروف، معك 30 ثانيه والوقت على الشاشه معنا. كل سؤال معك 30 ثانيه بس، ما تخطي الوقت. قال للامراه الغير محجبه بتقول اليوم حريتها تمارس حريتها، عندها مساحه حريه مثل طبعاً. مثل الامراه المحجبه طبعا. للوزراء الفاسدين شو بتقولي لهم اليوم؟ بعتقد هيدا الموضوع لازم ينحط له حدود، ولازم نحن حكومتنا حكومه استعاده الثقه، وانه نعزز الشفافيه والنزاهه باعمالنا مطلوب جدا لاستعاده ثقه المواطنين. بندم على حتى الاخطاء اللي بعتقد انه اذا في محطات كان لازم اتصرف غير هيك، بعتبر علمتني وخلتني اكون انا، فما بندم. قطعتي بكثير ظروف صعبة؟ نعم. خلتك تكوني أقوى وأقوى؟ أكيد. أي أصعب شيء بحياتك؟ كان شخصي ولا بالمهنة؟ لا بالمهنة صعوبات، بتعرفي الصعوبات علمية بتتخطيها، بالشخصي لأنه الشخصي بيبقى في شيء منطقي وفي شيء عاطفي. بس شو بيقولوا، كل ضربة ما بتقتلك بتقويك. بتقويك أكثر. نعم. للإعلام اللبناني اليوم شو بتقولي له؟ بقول لهم انه الاعلام مسؤوليه، مسؤوليه مثل شغلنا، مثل هو شان عام، هو منبر، منبر. هو منبر. لازم نمارسه باعلى حس من المسؤوليه، خاصه هلا بوجود وسائل التواصل الاجتماعي. الفرق بين الاعلامي، الاعلام التقليدي، انه هو بعده بيكون ملتزم، لازم يكون ملتزم بمعايير العلمية، يعني نقول الكلام مثل بالطب، نحن بالطب بنقول الأشياء لازم تكون مثبتة. لازم اللي بنقوله للمواطنين الحقيقة يكون قد ما فينا مثبت ومدعم بمعطيات وبحقائق. لا، وهيدا الشيء اللي لازم يضل يميزه عن كل هالوسائل الاتصال. هالايام المواطن فيكون اعلامي بيقعد على هالوسائل الاتصال، فهيدي بتميز الاعلام التقليدي الحقيقي عن موضوع السوشيال ميديا، الالتزام بمعايير المسؤوليه والعلميه. بدك الكل يلتزم ان شاء الله. لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري شو بتقولي له؟ بقول له انه هو بهالفترة حقيقة حاجة للوطن، مثل ما قال له دوت الرئيس هيديك اليوم، هو حاجة، وهو اثبت كمان انه بالمسائل الوطنية الحساسة تعاطى معها بحس عالي من الحكمة والمسؤولية لحتى يحافظ على هالحكومة وعلى تماسكها وعلى تضامنها، فان شاء الله بكفي بهالمسار. ان شاء الله، انت مسالمة جدا على فكرة. بتعرفي
إذا في عنا انطباعك هيك ولا بتخافي من الإعلام؟ أنا بنتقد، أنا بحكي يعني، أنا إذا بشوف شيء خطأ بحكي، بس ما بعتبر إنه يعني مش بالضرورة على طول أنت بالإعلام تقومي وتستعملي اللي بتقدري تحكيه وتصلحيه جوا، مش ضروري تستعملي المنابر الإعلامية لحفلة الانتقادات المتكررة. أنت ضد يعني النواب والوزراء اللي بيطلعوا بينتقدوا كثير؟ لا، هو ما لازم نكذب على الناس، لازم نطلعهم على الحقيقة، بس نطلعهم عليها بالقدر العلمي. لا يعني، طبعا لازم نقول حقائق، بس لازم نقولها بقد ما هي بحجمها، يعني لا نكبرها ولا نصغرها. يعني إذا في مشكلة ما نقول لا ما في مشكلة، وإذا ما في مشكلة ما نقعد نكبر اللي معودين عليه يعني. نعم. بنصح بناتي اليوم يشتغلوا على حالهم، يطلعوا من حالهم أحسن شيء فيكم، ما يعتمدوا على حدا. أنا بقول بالحياة الإنسان بس في يعتمد على الله وعلى نفسه. صح، نفسه هو اللي بتعيش لأنه معه. طبعا احنا ما حتى نحن ما بنملك نفسنا، ربنا مالكنا طبعا. بس انت بتقدر تسيطري على نفسك، ما بتقدر تسيطري على الظروف. فأحسن شيء ينمي طاقاته وقدراته بشكل يكون قادر يعمل ادجستمنت، يعمل يتأقلم مع الظروف اللي ويتعاطى معها، يغذي روحه مثل ما بقولوا. نعم، لحتى ما تكسروا الظروف. صح، يغذي روحه أكثر شيء. نعم، ليقدر يتأقلم مع كل الظروف المفاجأة. المفاجأة يعني. نعم. يعني. نعم. نعم. اليوم بتقولي أنا امرأة، ولكن أنا امرأة وما الوهدومي امرأة، شو ولكن؟ يعني عم نقول امرأة كأنه ولكن كأنه المرأة في عندها شيء ناقص. أنا امرأة وامرأة. برافو. وبس. بس ونقطة على السطر. طبعا. ولكن فيك تقوليها للعالم اللي بيقولوا بيقللوا من مسؤولية الامرأة، انه امرأة ما بتقدر تكون وزيرة، امرأة ما بتقدر تكون نائب، امرأة ما بتقدر. انا ما بشوف حالي هيك. فانا ما بقول ولكن. انت شو بتقولي اليوم؟ انا امرأة. المرأة ولا الرجل هن بحيز صغير، هن مرأة او رجل بالمعنى الجنسي. انما بالحيز العام هن إنسان كائن حي يتمتع بكامل القدرات، بالقدرات في يتفاوت فيها ككائن حي، بس مش كذكر وأنثى. طبعا في خصوصية بالموضوع العائلي، بموضوع الأمومة، بس بموضوع الشأن العام والتعاطي والإمكانيات نحن مثلكم وأكثر. طبعا وأثبتت التجارب والأيام والتاريخ والجغرافيا وكله أثبت هالموضوع. من أيام الفراعنة، من 5000 سنة على أيام نفرتيتي كانوا أقوى النساء يعني. بتقولي خلص وبس لمين؟ لا، يلي بيكذبوا كثير أو بيوهموا العالم بشيء هن ليسوا عليه. يعني اللي كثير بيكبروا من شأنهم يعني، قصدك؟ صح؟ يعني شوف، الشأن العام بده تعاطي بصدق وبمصداقية، خاصة لما بيكون لبنان والوطن عنده كل هالأزمات الكبيرة. لازم نكون صادقين، نحط المصالح الضيقة والمصالح الشخصية على جنب، لأنه الحقيقة الوضع كثير حساس سياسياً واقتصادياً وكمان إقليمياً بالمنطقة. فلازم نتطلع بكل الأمور من المنظار الوطني الكبير الحساس، ونشوف ونراعي مصالح الكل. كون عنا وطنية بالمعنى المختصر يعني. أنا وياكي رح ننتقل لفقرة صوتك بمليون. فقرة صوتك بمليون، التليفون قدامك، بدك تتصلي برقم عشوائي ونبلغ اللي حيرد علينا انه حضرتك معنا ويسالك شي سؤال. يلا. رقم عشوائي، ما تغشي. قال ما رح غش. لا، مش من طباعك ابدا. 03. ايه. كم واحد صاروا؟ صاروا 5. تمام. أشوف مين حيطلع لك. رن رن يمكن. خلي هاي. ألو. ألو، مرحبا. أهلا. معك من محطة الأو تي في، برنامج حكي على المكشوف، معك دانيا الحسيني. كيفك؟ معنا بالحلقة نحن هيدي الفقرة بنتصل برقم عشوائي وطلع رقمك، ومعنا الوزيرة عناية عز الدين. اليوم شو بتحب توجه لها سؤال؟ هي عم تسمعك. أول شيء مين معنا؟ أنا
معك أسعد شديد. تشرفنا. أهلا أستاذ أسعد. الوزيرة عناية معك هي على الخط، إذا بدك وجه لها الأسئلة مباشرة، تفضلي ما عليك. أهلا أستاذ أسعد. أهلا أستاذ أسعد. بس خالد هيك حشرية، بما أنك الوزيرة الوحيدة بالدولة، شو يعني وينك أنت من القطع النسائية اللي هي دائما مفقودة بسياسة لبنان؟ شكرا على السؤال. سؤال تفضل. في هيك بيخرب يعني انه ليش المرأة ما الحق تعطي الجنسية؟ وين صرنا بهذا الموضوع؟ طبعا شكرا على السؤال بخصوص الكوتا. طبعا احنا كنا من المؤيدين للكوتا النسائيه، مش لانه بنعتقد انه حقها بس 30% الست بس طبعا اي تغيير ممكن نحصل عليه بسرعه هو عبر سن قوانين، وهي كانت طريقه يعني هي كانت عمليه تمييز ايجابي وانما مؤقت وانتقالي لو حصلت ضمن او اقرت ضمن قانون الانتخاب الجديد. للأسف هيدا شيء لم يحصل لأنه الفرقاء السياسيين معظمهم ما كانوا موافقين، الوحيدين يلي كانوا موافقين على موضوع الكوتا النسائية هن تيار المستقبل وحركة أمل، والآخرين ما كانوا موافقين على هالموضوع. أنا بعتبر أنه نحن السيدات كمان قصرنا شوي، كان لازم خلال مناقشات قانون الانتخاب كان لازم السيدات يضلوا عم بيمارسوا ضغوط وانه ما يصدقوا كل الوعود يلي انعطت. فهلا طبعا نحن السيدات لازم نبتكر طرق جديده لحتى واساليب لحتى نحصل على هالمطلب بالانتخابات اللي جايه، طبعا مش هاي للسنه اللي بعدها، ولحتى نحقق كثير من المطالب. في انجازات تحققت بس في انجازات كثير اخرى لازم تتحقق، منها انه الام اللبنانيه تكون قادره على اعطاء الجنسيه لاولادها. هيدي مسيرة يعني ونضال لازم نضل عم نخوضه لحتى الست تحصل على هالحق بشكل متساوي مثل الرجل. وطبعا بهمنا كثير دعم الرجال يلي مثلك استاذ اسعد بهالموضوع هيدا. شكرا. هو يمكن قطع الخط؟ انا ما عم بسمعه. ايه بدنا نتشكره بكل الحالات بيسمعوا جواب الحلقه مش مشكله. نعم يعني بتعرفي هيدا الموضوع على طول بنسمعه، الجنسيه والكوتا النسائيه اللي حاملين همهم هالجمعيات النسائيه وهالنساء كلهم. هلا هو مطلب حق حقيقه، هو هيدا مطلب حق لازم نحصل عليه، بس لازم كمان مثل ما قلت يعني نكفي هالمسيره ونبتكر طرق جديده لاقناع الاخرين. فعالي اكثر على امل. انا بدي اتشكرك، بدي اشكر حضورك الراقي. شكرا جزيلا. وعلى امل تغيير اكثر واكثر بهالوزارات ان شاء الله، تيقولوا هالنساء امراه ومش لكن طبعا امراه على قد حالها. على قد حالها اكيد هي بتثبت حالها بالمجتمع يعني. شكرا جزيلا. انا بتشكركم على هالاستضافه وان شاء الله موفقين والى تالق. ثانك يو. مشاهدينا مع الوزيرة عناية عز الدين، للكل اليوم لازم يشوف انه الامرأة بتقدر تثبت حالها، الامرأة هي سيدة بالمجتمع فعلا، هي بتقدر تعمل اكثر واكثر من القصص اللي بتتوقعها هي، بس هي مهم تغذي روحها وتدعم حالها من جوا لتقدر تكافح بهيدا المجتمع. انا بشوفكم الاسبوع اللي جاي بحلقة جديدة.